نحط الايربلين مود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اونلاين كراج جروب. اليوم طبعا صاحي الصبح بكير و مع سام. شو اخباركم يا شباب؟ تمام. اليوم بدي اتكلم عن بخاخات البترول، انجكتورز، فيول انجكتورز. في دائما الناس بقول لك هل يمكن، اسئله دائما عامه براس اصحاب السيارات، بيقول لك انه بينفع ننظف الانجكتورات، هل ينفع تنظيف الانجكتورات؟ طيب شو هي علامات انه لما الانجكتور يكون وسخ؟ شو العلامات لما الانجكتور يكون خربان؟ طيب قديش بكلف تنظيف الانجكتورات؟ شو هي الطرق اللي بتخلينا نحافظ على الانجكتور انه ما يخرب؟ اسئلة كتير جدا. شو اللي هو ممكن يصير فاردر لو ضلنا ماشيين على انجكتورات وسخين؟ شو يمكن يصير للسيارة؟ اليوم الحلقة راح تكون ريماركابل، يعني اليوم مميزة الحلقة، عرفتوا؟ يعني اللي هيسمعها يستفيد جدا. اول شيء يا شباب، عشان نتكلم عن انجكتورز، طيب الناس تعرف شو هي الانجكتورز. انجكتور هي عبارة عن بخاخات البترول، بخاخ البترول اللي بيبخ بترول جوا الماكينة، بيشتغل عن طريق البخ بريشرايزد سيستم، يعني اللاينات من ترمبة البترول من التانك لغاية الفيول ريل اللي هو مكان اللي بيركبوا عليه الانجكتورات، بيكون البترول مضغوط. وفي أنظمة سيارات متطورة أو عالية التقنية بيكون لسه في ترمبة بترول تانية راكبة على الريل، فبيجي برشر أولاني من البمب لعند البمب الثانية، البمب الثانية بتاخذ البترول من البمب الأولى وبترجع بتكبسه أكتر، اللي هو الدايركت انجكشن. هو موجود الاف اس اي بالفوكس فاجن أو في البي ام دبليو، موجود الهاي بريشر فيول بمب. انجكتر بيفتح وبيسكر بأوردر من كمبيوتر السيارة، فهمتوا علي؟ شو هو اللي بيصير دائما لما يتوسخ الانجكتور؟ في علامات كثيرة انت كصاحب سيارة راح تعرف انه عندك مشكلة في الانجكتور. في شغلات علامات بتبين معك، يعني اول علامة الصبح التشغيل، مرات ما تشتغلش من أول مرة، السيارة ما تشتغل من أول مرة، تحاول تشغلها ما تشتغلش، تتركها شوي ترجع تشغلها تشتغل، هاي معناها عندك انجكتر خربان أو انجكترين خربانين بالأحرى بيكبوا البترول كب. البترول لازم يكون من الانجكتر بيطلع على شكل سبراي، بخة سبراي بالضبط، يعني زي هيك، شوف هيك زي هيك، كيف؟ هذا الانجكتور الشغال مزبوط، هيك البترول بيكون منه زي هيك، بيرش والشرارة بتيجي بيولع. اذا كبان اذا الشرارة مش هيولع، مش شرط يولع، فهمت علي؟ فبيطلع البنزين ناي. فمرات لما انت تيجي تشغل، بدك تشغل السيارة، تفتح الاجنيشن، الانجكتور شو بيعمل؟ بصير الانجكتورات لانه موسخين مش مسكرين مزبوط وفي عليهم برشر، ببلشوا ينقطوا بترول، ف بتخنق السيارة ما بتشتغل، عرفت علي؟ او بصير الحركة الثانية اللي هي مربوطة فيها، واللي هي البري ستارت، او زي بتحس انه خبطة بداية تشغل، تحس انه
صار زي كأنه إشي خبط وبعدين اشتغلت الماكينة، فهمت علي؟ في غرشة في بداية، يعني في بداية تشغيل السيارة بتحس بصوت جرشة هيك قوية، فهمت علي؟ فأنت بتخيلك إنه هو ستارتر فلاي ويل إشي في السلندرات، بس هو لا، هو هذا انجكتورات كابين بترول وفرقعوا فعملوا الصوت هذا. تحس إنه تشغيلة السيارة مش مزبوطة في بدايتها، إنه اشتغلت على مرتين أو عرفت علي، أو خبط. هاي التدويرة الماكينة، تشغيلة الماكينة، عرفت علي؟ أو لما تيجي تطفي السيارة وتحس بدها تشتغل، رجت بعد اشتغلت، هاي كمان علامة من علامات إنه الإنجكتورات بيكبوا بترول، والبترول ولع على حرارة الماكينة، عرفت علي؟ فضل يدفش بالبستونات والسيارة مطفية. بتصير الحركة هاي معي كتير جدا لما أكون بنظف الإكزوست ومن المكان الانتك مانيفولد، بعبي بحقن المواد التنظيف، فمواد التنظيف غنية بمواد الاحتراق مع البترول، فبطفي السيارة بضل الماكينة دايرة والسيارة مطفية، بس الماكينة ليش؟ لأنه المواد الاحتراق موجودة عم بتولع على حرارة الماكينة، عرفت كيف؟ عم تدفش بالبستونات والكرنك عم بلف، فبضل لغاية ما تخلص المواد، عرفت علي؟ طيب شو تاني؟ الخطوة اللي بعدها ضعف في أداء السيارة، poor performance، ضعف في أداء السيارة. رح تلاحظ إنه السيارة نزل أدائها، صار في ريحة بترول، صار فيه البترول زادت، أنت بتسوق السيارة بتحس فيها. السيارة بالأول كنت دوبك أعطيها نتة بنزين كانت تقلع معي تروح بسلاسة، بس عم بعطيها عم تمشي غصب عنها، عم بحس إنه السيارة عم تمشي غصب عنها. رجة في الماكينة بيعمل مسفاير الانجكترز، رجة في الماكينة، زيادة مصروف بترول، ضعف في أداء السيارة، صوت أو جرشة عند بداية التشغيل، رجة أو كمان صوت عند تطفي السيارة. هاي الشغلات كلياتها دليل على إنه انجكتورات مش نضاف، ماشي؟ فهاي النقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب كيف بدك تعرف انه الانجكتورات بدهم تنظيف؟ وكيف بيتوسخوا الانجكتورات؟ كل واحد بسوق سيارة، يعني انا لو مثلا سام معي سيارة وعم بشتغل مثلا موظف في بنك او محامي او ممرض او بعيد عن الصناعيات وعن الميكانيك، مواد غنية، هاي شغلات بتخوف الانجكترز وما انجكترز، لانه بتبلش صغيرة بتكبر وبعدين بتبلش بشي مقدور عليه وبتمد معي، خصوصا السيارات اللي هي الهاي تك زي البي ام دبليو، خصوصا السيارات المتطورة، انجكتر مستعد يخربط لك الفاينس تبع السيارة، بصير عندك مسفاير، بصير عندك ادفانس تايمينج، فبيخربط الفاينس تبع السيارة، بيخربط التايمينج. الانجكتر بيعمل كتير مشاكل، بيخرب لك الكاتاليست كونفرتر، يوم ما يجي عليها البترول بشكل سائل او بشكل قطرات عم بتطير وتبلش تنفجر على الكاتاليست، بصير تعمل فيها حفر صغيرة، فمشاكل البترول عويصة جدا كلها بتبلش من الانجكتور. كل الناس، وزي ما قلت انا مثلا لو انا اعتبر حالي انا ممرض او محامي او بياع خضرة دراب الطبل، بدي اعرف من شو بتوسخ. اول نقطة تلحيس البترول، تمشي بالسيارة يوم كامل ولمة البترول ضاوية لمة البترول، لا بتمشي. يجوا عندي زبائن على الورشة، معلم سام بدنا نجرب السيارة،
الله يرضى عليك، الله يسعدك، اطلع معي خلصني نشوف السيارة. بطلع معه، طلع على العداد، لازم تطلع على العداد، بترول ضاوي. معلم سيارتك ما فيها بترول. لا 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 لا، هي بروح فيها لعمان. بتروح فيها لعمان يا راجل؟ احنا ضربنا مثلا، انا الاردنيين بيحبوا الدعابه، بيحبوا المزح، بس انه المرض هذا موجود بالكل. وساعات مني انا قلت خواص، لكن انا بالامانه انا بنزلش تحت الربع. تحت الربع انت بضلك ها، لكن تفضي البترول وتضوي لك لمبه البترول وماشي، هذا اول شيء بيوسخ الانجكتورات. تنك فاضي، تنك البترول فاضي، ركزوا فيها النقطة هاي، تانك بترول فاضي، هذا أول شيء بيوسخ لك الانجكتورات. بيجي لعندك الزبون، يا معلم ضوي لمبة البترول، يا أخي عبي بترول. هسه هسه بعبي. طيب يا أخوي روح عبي. النقطة الثانية، بحسب موقع أنا كتبت اسمه www.tomdower.com، هذا اللي فوق، هذا tomdower.com، شايفينه؟ هذا موقع بروفيشنال ميكانيكي بالانجليزي، وهو موقع امريكي للاوتوموتيف سيرفيسز. في كتير مواضيع، في كتير اخبار، في كتير معلومات، صور، فيديوهات، امريكي اللي عاملينه ميكانيكيين عندهم ورش بامريكا. بعطيكم السورسات تشوفوا تقروا بعينكم، عرفت علي؟ بديش افتي من راسي، يعني انا دائما الحمد لله عندي معلومات، بس لازم ضلنا نرجع للناس الاكبر منا، عرفت علي؟ بحسب الدراسات اللي موجودة على الموقع توم ديور، هذا ميكانيكي، حتى هو حاط صورته على في شبه بيني وبينه، بس انا احلى منه طبعا. بيقول لك انه السيارة مفروض بالطبيعة انه من بعد 35، من بعد اول 35,000 كيلو تبلش تنظف لها انجكتوراتها مع كل تبديلة زيت ريجولاري، يعني بشكل عادي، يعني على طول ماشي. بس اكتشفوا انه هون المفاجأة، اكتشفوا انه اغلب اللي بيغيروا فلتر الهواء بشكل دائم، وبينظفوا الثروتل بودي، بينظفوا الاير ماس سنسر بشكل منتظم، اكتشفوا انهم بيوصلوا ل 60,000 كيلو والانجكتورات لسه انضاف، انضف من اللي ماشيين عادي على 35,000 كيلو. يعني مع تبديل فلتر الهواء، تنظيف ساعه الهواء بالمواد المخصصه لها، وتنظيف الثروتل بودي، طيب السيارة بتمشي معك ضعف المسافة بدون الحاجة لتنظيف انجكتر. واحد زاد واحد بيساوي اثنين، هذا ميكانيك، هذا حديد ما بيفهم، ما عنده مخ، هذا انت بتعرف كيف تتعامل معه، هالكلام تهتم فيه. يعني مثلا تنظيف الثروت البادي شو بدي كلفك؟ اي واحد فيكم بيقدر ينظف الثروت البادي ببيته، اي واحد فيكم بيقدر ينظف السبراي ساعة الهواء برغيين، فكه ينظفها والسيارة مطفية ويرجع يحطها. أنا قديش مرة عملت لكم فيديوهات على تنظيف ساعة الهواء، عرفت علي؟ فلتر الهواء، المكان اللي بتتنفس فيه السيارة. بستغرب من الزبائن، بيجي زبائن عندي فلتر الهواء، فلتر الهواء مسكر 100%، كيف السيارة كانت ماشية معه ما بعرف. هاي الشغلات في المرتبة رقم 2 اللي هي بتوسخ الانجكتورات. بس بقول لك الناس شو العلاقة بين الهواء وبين الانجكتورات؟ هو يا فالح، لما الهواء ما يكونش مزبوط الحرق بيكون مش مزبوط، اذا رح تكون كمخة على راس الانجكتور، فلما يجي الانجكتور بده يبخ السبراي تبعه هيطلع شكله مش مزبوط لانه في وسخ عليه، فهمت علي؟ فهاي النقطة يعني مهمة جدا. اسا السؤال المهم الثاني اللي بعده، هاي الحلقة أنا جمعت لكم فيها أفكار كتيرة، يعني شوفوا، شوف طلع،
طلع طلع، هذا خط ايدي طبعا، ها حاطط النوتس عم بغش وراي. هسه بقول لك معلم سام، انت قلت لنا زمان انه الانجكتورات ما بينفكوش، اغلب السيارات اللي هو بنسبة 97% من بعد 2004 انجكتورات ما بتحتاجش تنفك، بدك تعتمد على البرودكتس اللي هو الابليكيشن اللي هي الدواء هذا انجكتر كلينر، فهمت علي؟ تحطه في التانك ما تلحسش بترول، دائما خلي الثوت البادي وساعة الهواء وفلتر الهواء نضف، انجكتورات حضلهم زي الساعة. كيف فحص الانجكتورات؟ سهل جدا، فيك تفحص. يعني انت مثلا، انا بديش اتكلم كعاملك، انت ميكانيكي، انت انسان عادي يعني ما عندك تولز، لا عندك كمبيوتر سكانر انك تفوت على اللايف ستريم وتشوف مثلا قديش ميلي جرام بير سكند كل سلندر، ولا عندك الهيدروفون تحطه على الانجكتر وتقعد تسمع الاوبن والكلوز تبعه. احنا نعتبر ان انت انسان عادي مش ميكانيكي، كيف بدك تعرف الانجكتر شغال ولا لا؟ اوكي، عندك مسفاير، كيف الناس تفحص المسفاير والسيارة شغالة؟ بيحاول يمد ايده على الكويل الاجنيشن كويل، بيفتح اللوك وبيسحبه شوي، زادت الهزة بيرجع بركبه، صح؟ طيب جيت عند سلندر من السلندرات، نفرض انه السيارة V8، واحد من السلندرات فكيت الكويل وضلت الهزة زي ما هي ما زادت، هذا السلندر مش شغال. طفي السيارة، بتروح بتفك الكويل، الأحسن ريكومندد انك تفك البوجية تشوفها البوجية، اوكي ارجع ركبها هي نفسها ركبها، الكويل اللي فكيته ركبه في مكان تاني، علمه يعني مثلا انا هون اربعة وهون اربعة، اول سلندر من هون فكيته ضلت الرجة موجودة، يعني معناها الكويل هذا مش شغال. فرضا فكيت الكويل اللي هو اول واحد من هون جاي، فكيته اللي هو مش شغال، حطيته على جنب، فكيت اول كويل من الطرف الثاني حطيته مكانه وحطيت هذا مكانه. هسه مفروض لما اشغل السيارة اي كويل يكون واقف، الكويل اللي هون مش الكويل اللي قدامي هون اللي اول واحد فحصه، يعني انا بدلتهم. طيب لما تيجي تشغل ويكون الرجة موجودة وتروح تفك من هون من نفس المكان الاولاني والرجة يضل زي ما هي، معناها مش كويل، معناها الكويل شغال بس في شيء تاني. وفحصت انت السبارك بلاج وطلعت السبارك بلاج كويسة، معناها ما ضلش قدامك الا الانجكتر يا معلم، الانجكتر هو اللي واقف. بدناش نقول انه احنا بعدين لقدام فارضر انه كمبيوتر وكهرباء ولا لا، انجكتر. فانجكتر بيكون كلاجد او معلق، فهمت علي؟ يا معلق مسكر يا معلق مفتوح، فهو الانجكتر اللي بيكون خربان، فهمتوا علي؟ بتمنى تكون يعني الحلقة اليوم هيك خفيفة وغنية وفادتكم. منظفات الانجكتر احنا بصراحة ما بحب اني اقول براند نيمز على اللايف، بس في يعني ماركات معروفة جدا، يعني زي مثلا الاس تي بي ماركة امريكية، يعني صراحة حسب تجربتي لها افكتيف وافيشنت وممتازة. وفي ليكويمولي، ليكويمولي طبعا نار على العالم، يعني ما حدا بصراحة، عملت انا مجرب ليكويمولي وبرودكتس تانية مجربين على نفس السيارة وشفنا الفرق بالمايلج، ليكويمولي جبارين جبارين برودكتس تبعهم. طيب تفضلوا، ليكويمولي 50 درهم، الله ينعم عليك. عشو يا معتز؟
زيرو حلقة الشعر يعني. الله يعافيك حبيبي. أي سؤال شباب، أي سؤال عن الإنجكترات، أي سؤال عشان تكون الحلقة مكتملة. أنا فرجيتكم النوتس اللي كتبهم. أي أسئلة عندكم بالنسبة للبخاخات البترول والإنجكترز؟ أستاذ سام بترك مباراة جيروسات أمريكي كروز. نعم بعد حلايا طب شو سبب خروج مي من الاكزوت الصبح مع التشغيل؟ عليكم السلام. هاي حبيبي هاي فيزيكس، هاي خروج المي مع الاكزوت. تعرف انت عملية الكومباشن، الاحتراق السيارة، الاحتراق البترول، هو بيكون جازولين مع اكسجين. فشو بيعطيك؟ بيعطيك اول اكسيد الكربون، اول اكسيد الهيدروجين، واول اكسيد الكربون اللي هو المونوكسيد وهيدرون مونوكسيد كمان. بيفوتوا على الكاتاليست كونفرتر، بيصير عملية ري اكسيديشن، فبيطلع عندك H2O وبيطلع عندك دايوكسيد، ثاني اكسيد كربون. فهمت علي؟ البخار المي اللي بيطلع لما يطلع سخن الاكزوست شو بيكون حرارته؟ بيكون بارد الاكزوست الصبح، صح ولا لا؟ فبصير عملية كوندنسينج، بيتكثف البخار السخن، بيتكثف على سطح الاكزوست البارد جوا، فبيكون قطرات مي. قطرات المي بتصير تطلع لبرا مع برشر الغاز اللي طالع من الاكزوست. اوكي يا معلم؟ هلا يا محمد سعد. هلا كسام. اهلا مساء الخير. الحمد لله. اخبارك؟ تمام 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 الحمد لله. سلام حبيبي. حساس الاكسجين لازم ينفك الكيبل تبعه والبطارية مفصولة؟ لا عادي عادي. والله يا بسام، بالنسبة لزيت الجير العادي كم، كل كم ألف كيلو لازم يتبدل؟ شوف، هو زيت الجير العادي عامل زي الزيت الديفرنشل، نفس المبدأ، ما دخلوا بالتعشيق والكلتش وما الكلتش، هذا برا. الزيت نفسه هذا زيت تروس، فبتهيالي انه عمره أطول من عمر زيت الأوتوماتيك. عرفت علي؟ أطول يعني بمشيك 60-65 ألف كيلو. كيفك يا معلم؟ عندي لكزز 430 فل بترول، بمشيني 250 مايل داخلي. تشرب بترول السيارة؟ فيها كاتاليست كونفرتر معلم. مازن صاحبك ماشي على السيارة ما فيهاش ولا نقطة زيت، ولا نقطة زيت سيارتك فيها. ولا نقطة زيت فيها. انت بتعرف احمد ربك ما جايت ما جاي مات معك المكينة، ولا نقطة زيت فيها. تعرف ولا نقطة زيت مكينة، زيت مكينة ولا نقطة فيها. ما بعرف ولا نقطة كان فيها، حطينا لها زيت وشرجناها اشتغلت. بطارية خربانة، مش جاية مات، سخنت. لا مش عضت، سخنت فصلت. النيسان بيفصل لما يسخن، اوفر هيت كونديشن بيفصل. والله يا الميكانيكي يسأله، انا قلت انا حكى معي قلت له خلينا نسأله. لو وديت على ورشة تاني كان عضك بمكينة. لا لا انا بحبش اسرق، هاي وساخة هي اسمها، ما بحبها. بس كيف بس انا عم بلطش قدام الجروب. بعدنا جبنا بطاريه جديده، جبنا بطاريه من محلات 200 درهم. حطوا لك زيت الشباب، ها بس حطينا زيت مستعمل ما حطينا جديد عشان نجرب.
اه بدها تبديل زيت، بس هسه خليه يحط اه يجرب يحط له بطاريه يلف له لفه فيها شوف اذا على المشي حراره بتطلع ما بتطلع. والله على الواقف تركوها شي ساعه شغاله ما طلعت حرارتها، يعني هي ما فيهاش عداد حراره بس ما دورتش. سليم ابو باشا معلم سام الورده، والله انت اللي ورده. استفسار، انا حابب اجرب المنظف تبع انجكترات بس خايف بنفس الوقت تطلع لي علة بالموتور بي ام دبليو 2002 اي 39. 2002 اي 39 فيك تفك الانجكترات تنظفهم برا عادي، معتز. كيف يمكن لهذا المنتج ان يزيل الاوساخ من دون ان يبقي الاثر داخل؟ اثر شو؟ اثر شو؟ معلم سام حبيبي حبيبي سيد محمد ابو الخير، في ريحة بترول غير محروق بتطلع من الاكزوست بعد اي مشوار طويل، لكن مش تطلع الريحة اول ما شغل السيارة نسان بس فندر. ماشي حبيبي ماشي، بس فندر 2011 بتطلع من الاكزوست بعد مشوار طويل 2011. في تشيك انجن ضوي عندك يا محمد ابو خير؟ شوف فلتر الهواء شيكلي عليه، فهي شيكلي على سعه الهواء. شوف لي شو نوع زيت الماكينه بتستعمله. حسين المشاقبه، معلم سام عندي مشكله بنظام الايكو هونداي 1.6 جي دي اي، شو هي المشكله؟ الهوندا الهونداي هي الايكو ال 1.6 ما فيهاش سعه هواء صح؟ هي شغاله على الابسوليوت بريشر سنسور الماب صح؟ ما فيها سعة هواء، شغالة على برشر الثلاجة. هاي معلم هاي لازم كمبيوتر وكالة، لازم كمبيوتر وكالة يعير لك اياها. هلا محمد سرور، هلا صبحي ابو ظبي اسعد مساك. قصي الشوابكي ايش يا معلم حاليا شو القصة؟ الله يا معلم اللي بيشوف وجوهكم الحلوة بدك شيء يحلو؟ أكيد بدي يحلو. محمود جبريل، شو رأيك فيها معلم سام ماشية 135,000 بي ام دبليو 530؟ بي ام دبليو 530 موديل أي سنة؟ سامر أبو جرادة، ما شاء الله عليك يا معلم شرح دكاترة. انت مكانك فوق حبيبي يا سامر. صبحي ابو ظبي، معلم سام سيارتي تريل بليزر 2006 بينفكوا الانجكترات بتنظفوا او لا؟ وشكرا. وهل صرف السيارة طبيعي بين 350 داخل البلد وخارج 500 فوق؟ ايوه طبيعي، هاي ستريت 6 4.2 4.3 ماكينتها كويسة كويسة السيارة. في 0171 هاي سيستم تولين، ها سيستم تولين بي 01 بي 0171 171 نيسان نيسان. ايوه فيول انجكشن سيستم تولين، بدك تفحص اذا عندك ليك بالبايبات الهواء اللي داخله على ثلاجه السياره، بدك تفحص برشر البترول موجود هناك حبيبي موجود. مازن انت تعامل الورشه ورشتك حبيبي، شوف المفتاح برا اسال الشغيله. ينفكوا الانجكترات يا صبحي. حسام حموري اول مره اشوفك لايف، مساء الخير حبيبي يا حسام، انت من اليوتيوب ها؟ محمد عبد ان شاء الله. هذا ما بيطلعش سيمور،
فيسبوك. محمود عبد العاطي معلم سام بسات خليجي موديل 2006 فل اوبشن رقم 1 محرك 4 سلندر 2.0 كراسي كهرباء تحكم كهرباء سرعة كاميرا ماشي 235 كم السعر 7000. انت بتسألني ولا جاي تبيع سيارة ولا شو قصتك انت ولا انت عايد مع مين ولا رحت مع مين ولا اجيت من وين ولا نطيت من فوق مين ولا كمال جردي. محمود حبيبي يا محمود طه تسلم لي معلمنا الغالي. ممكن تشرح لنا عن عمل الترانسفير كيس بسيارات الاس يو في ومتى لازم يتبدل زيتها وزيت الدفرنشل الامامي الخلفي؟ الله يسعدك يا فلان. خلينا ما نشتت التفكير الشباب. موضوع حلو اللي هو الفور باي فور سيستم راح اشرح لكم اياه وراح اشرح لكم الليمتد سليب والويل سليب والسيباريشن اوف تورك ديفلوك سيستم هشرح لكم اياه كله بحلقه تانية يكون احسن. وانواع انواع الترانسفير كيس اللي هو الاوتو والمانيوال وكيف الاوتو بيختار وضعية القيادة مثلا يحول يعمل سويتش ل 4x4 امتى وعلى اي اساس. خليها يوم تاني كمان حبيبي خليها يوم تاني احسن. يا غالي سؤال من بعد اذنك. زيت الكلتش كمان بيتغير مع الزيت العادي ولا لازم يتبدل قبله؟ زيت الكلتش ما دخلوا بالزيت الجير. زيت الكلتش هو نفس زيت البريك عرفت علي؟ هداك لحاله واللاين تبعه لحاله وشغله لحاله بعيد عن الجير فهمت علي؟ يعني تلاحظ لما تفك الجير العادي تنزله بضل زيت كلتش مليان ما دخلوا. هذا البمب اللي بتدفش الفلاي ويل عرفت علي؟ الكلاتش يمسك بالفلاي ويل ويفكه. هاي البمب نفس نظام البريكات بالضبط. احمد محمد سعيد هل بلف تبخير المحرك له علاقة بصرفية البترول؟ طبعا هسا البلف تبع تبخير المحرك هو في الحقيقة هو بيشفط هوا فاكيوم عرفت علي؟ عشان يبرد البلف هو one way valve هو على اساس انه يبرد الماكينة فهمت علي؟ لما تسخن الماكينة كتير بيزيد مصروف البترول اجباري بيزيد مصروف البترول. يا حبيبي memories 3 years ago ايوه هاي 740 اللي كانت عندي يا الله يلا عمل لها شير على صفحتي هاي كنت عم باكل باسكن روبنز. الله 740 هي خسارة طارت والله. بعت السكراب اغلى ما سعر اشتريته ب 2900 بعت السكراب 3500 بيقول لك البي ام مش كويس وخدمت معي سنة ونص ما صرفتش عليها الا راديتر. وامتى راديتر ها؟ انا تفزلكت من عندي قلت طب ما ليش الزيت ما نستعمله للتبريد؟ طب انا اجيب كولنت مركز احطه حطيت كولنت مركز بوف فجر الراديتر الاصلي تبعها يعني هي كان ما فيها شيء السيارة. انا تفزلكت حطيت لها جلانين كولنت مركز مليتها كولنت مركز فجر الراديتر رح جايب لها راديتر تجاري ضل يخدم معي حوالي سنة وشهرين لا بعتها سكراب السيارة بس 740 اللي هي الـ E38 الموديل 94 رنجاتها كانوا بي بي اس تويرها كانوا بيريلي سيارة اخ ما احلاها كل اشي كان شغال فيها حتى الاس تشغل السبورت الار بي ام عرضوه تعمل لك هيك زي كأنه الاسد لما يزمجر عرفت. السيارات البي ام زمان كانت فلسفتهم بالتصنيع كانت
يعني عن جد ريسبكت اول ريسبكت كان اسا صاروا جيز يعني مش انه اشي بس قصدي عشان اسا صاروا يطلعوا يعملوا لك قصص قضايا فبدناش مش نقصنا خوازيق بس قصدي انه صاروا طنطات يعني بينك وورد وجو ليمونادة ومزلبطين على البحر ما عادوا زي زمان زمان كانوا طبع الميكانيكي فيهم صوت المكاين صوت السيارة السيارة كانت عاملة زي الوحش ليكو هالمنظر اللي قدامي وانا عم بحكي معكم ليكو طلع يما طبعا هديك الشفرولي اس اس ار هديك سيارة شاب اسمه حسام مخرج ايوه هديك الوحش اثنين وحوش هديك ماكينتها هديك ماكينة سي ار 8 هاي 6.4 وهاي اس ار تي ضيوف اجت عليكم السلام هلا اهلا وسهلا بس هذا كتير بيقلب السرعة هلا كريم كريم الساعة الآن في الجزائر 13 ودقيقتين شغلت الفيسبوك صدفة نتشرف فيك حبيبي نتشرف بالجزائريين كلهم حبايبنا علاء المماني أهلا وسهلا ممكن أعرف عنوان الكراج عندي أفالانش 2002 في دخنة تجيني يوم الخميس يا معلم بدك تجيني يوم انا في عندي سيارات عم تستنى برا والله ما مش قادر تضغط انا هسه شوي بدي اخلص معكم بدي اقوم ادير الشغل عرفت علي سيارات مرميه بدي اصوركم فيديو بدنا نعمل اوفر هول توضيب للكيو 5 ماكينتها كتير غاليه في السكراب فصاحبها قرر انه يصلح الماكينه بدي افوت نشتغل فيها الماكينه أفوت أوسخ يدي نرجع الذكريات والله يا صاحبي موضوع التكييف عرض المكيف وقفناه لأنه أسبوعين بكفي يعني كتير جدا الناس اللي استفادت منه عرفت لكن ما تنساش أنه أنا مش عم بستفيد شيء أنا بالأمانة يعني شو 150 درهم في سيارات عم تاخد ما يعادل 250 درهم بس أورو غاز رو بياخدوا عرفتوا انا باخذ منه 150 ما بدي اقول انه خساره لا مش خساره انت لما تعمل كويس دائما حطه براسك لما تعمل كويس الرزقه بتجيك من وين ما بتعرفش وين الرزقه بتيجي لك عرفت علي فدائما اعمل منيح وشوف الرزقه كيف تجيك دبل مدوبله عرفت علي ما تحسبها بالدرهم ولا تحسبها بالملي ولا بالفلس هيك بتفوت بالحيطان معلم انا بسألك ايه رأيك في السيارة ايه رأيك فيها اي سيارة محمود عبد العاطي ألفين وستة ماشية 253,000 نبحثها يا محمود خلينا نبحثها على عموم أنا غاز المكيف أنا الظروف الأيام العادية أنا عم بحسبه ب 250 عرفت علي؟ انا شركائي يعني والله بمية واسطة لمددنا اسبوع تاني ما فيني ارجع امدد اكتر من هيك لانه بصراحة المواد اللي عم نجيبها عم نحط 12,000 و19,000 وعشرين عرفت علي فتيجي تقول لهم مثلا عاملين عرض 150 درهم بدي يتضايقوا يعني بدي يقول لك كمان يعني وظف هلا بقى شو رايك في فود اكسبلورر 2010 تعبانة يعني اضحك عليك ولا كم منيحة سيارة ولا بتسوى
طلع واقف ساعة تحت السيارة هو يتفرج. حاطين لك مثلا ليناردو دافنشي رسم لك رسمة عم تتأمل فيها. طلع طلع رسمة زيتية موناليزا قدامه عم تفرج عليها. شباب عشان ما نطولش على جماعة اليوتيوب بصلتهم محروقة ما بيتحملوا وقتهم ما شاء الله يعني بتفرج بفوت انا بفوت على مرات على التعليقات لان انا بضلني ماسك الايباد بالبيت فبتجيني التعليقات من فوق شو بيكتبوا ما بفوتش على بس بشوف التعليق من برا بحس انه اللي على اليوتيوب انهم كلهم وزراء او دبلوماسيين كله بيتكلم عن الوقت زي كانه ما شاء الله يعني ما فيش 10 ملي سكندز بحياته فاضي فبيفوت بيقول لك الوقت وبتطولش بالحلقه ومش عارف زي كانه الزلمه ما شاء الله من اول ما يقوم زي الماكينه روبوت لغايه ما يحط راسه ينام وهو كل دقيقه محسوبه بالورقه والقلم ها فعشان المراره ما تفقعش خلينا نقصر الفيديو ابو راشد حبيبي يا خنفر محمود رفعت مشكلجي محمود رفعت تبع مشاكل ابو راشد بيقول لك عندي نيسان ارمادا 2009 بدلت بلاكات جديده زاد مصروف البترول كثير فحصت كمبيوتر السياره مش فحصت كمبيوتر السيارة فحصته في كودات عندك عم بيطلع تشيك انجن معلم توصى شوي بالامريكي عملنا يوم حلقة عن الامريكي كاملة والله حلقة كاملة عن الامريكي عملناها يوم ما طلع لنا ذاك القزم قاعد يسب على اليوتيوب عملتها امريكي زي شو حب تعرف قلي انا في عندي زبون انا عندي زبون عبارة عن موسوعة والله العظيم عبارة عن موسوعة بالسيارات الأمريكية نفسي يوم هيك أجيبه بس هو بضل يسافر نفسي يوم أجيبه هيك أقعده معي باللايف أخليه يتكلم يا أخي أنا بحب أسمعه هو بيتكلم يا باي ما أحلى كلامه حافظ لك أسامي اللي أسسوا شركات الأمريكية حافظ لك تاريخ شركة كادلك تاريخ شركة فورد وكيف عملوا لينكن وكيف البونتياك وكيف الفورد حافظ كل تاريخ الشركات أسامي المدراء الاجتماعات الاختراعات اللي عملوها براءات الاختراع يا زلمي عبارة عن موسوعة هالبني آدم اجي بدي اتكلم أنا وياه شفت الكلام عم يتكلموا كشيت عرفت كيف لبدت بس ضلني أسمع فيه كيف وجه البسي لي هيك أنا نفس الشيء قعدت أسمع فيه وشو بيقول ما شاء الله شو هذا وبعدين طريقة كلامه حلوة وبالأدلة وبقول لك أسامي إنجليزي وأسامي فروعة هالزلمة يا والله يوم تاني يجي لعندي هو في عنده تبديل زيت قريبا إن شاء الله يوم يجي لعندي أنا رح أسحبه لهون أقعده وخليه يتكلم قدامكم وقولوا إيش رأيكم فيه الزلمة خطير جدا والله مهندس هو مهندس ميكانيكي طيب يا أبو راشد افحص لي ميزانية السيارة وديها ميزان الكتروني شوف لي التواير احلى مساء على احمد عبد المنعم هلا يا بلال السيد حبيبي بلال قال بدي اجي ولا اجي ولا شيء لازم نلتشك لطشة يا بلال يلا مع السلامة انا اقوم اشوف فروخ البط اللي هون كل واحد قاعد لي بشي قرمه